انا ما قلت كانش له في انزل لك؟ اه انا قال لك هنزل لا لك. خليكي. راح قال لي لا خليكي انا اللي هجيلك لحد عندك. شفت حضرتك طبعا بتكلم معايا. انا ما كانش طموحي لما كنت بطلع في التلفزيون او حد يقابلني ده المشهد. ما كانش طموحي سيادة الرئيس طبعا، لا انا يعني كان طموحي اي حد يشوفني يساعدني اخش لاي صاله اجيب عربيه قسط وادفع قسطها. فلما طموحي يوصل لسياده الرئيس دي هديه من عند ربنا، انا هفضل طول عمري اشكر ربنا عليها. ايه الحوار اللي دار؟ احنا شفنا جزء من الحوار، لكن ايه تفاصيل الحوار اللي دار بينك وبين سياده الرئيس؟ هو اللي حصل ده بالظبط، الكلمتين دول كده. بعد ما كلمني وخلاص قال لي عيني جنب سيادته واتنين لواءات ماسكين نوته، قال لهم خدوا بياناتها واللي هي عايزاه يحصل لها النهارده. طبعا يعني ظروف البلد ما تحملش ان يعني ما شغلتش بالي ان سياده الرئيس هيشغل باله بيا بالامانه يعني. قلت خلاص هو موقف وعدى زيه زي اي موقف تاني وخلاص. وحضرتك طلبت من الرئيس عربيه خاصه بيكي تشتغل عليها؟ اشتغل عشان دي مش بتاعتي. طب نشوف الفيديو بتاع الاستلام العربيه ونرجع. دي العربيه اللي انت استلمتها؟ دي المفاجاه. العربية اترخصت. انت خدتيها مترخصة؟ لا رحت ترخصتيها. لا اتصلوا عليا، بص حياتك حد بيتصل بيا من ام بي سي عشان خاطر هيغطوا، وحد بيتصل بيا من رئاسة الجمهورية عشان اروح استلم العربية، وحد بيتصل بيا ان اللواء هيستناني في التراخيص السلام عشان يرخص لي العربية. فلا كان بالنسبة لي هو مش حلم ولا أمنية، ده حاجة أكبر من كده. مش عارفه هي ايه. بنبارك لك طبعا على العربية. سوقتيها رحت البيت، لكن لسه طبعا ما اشتغلتيش عليها النهارده اول يوم. لا 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 النهارده بقى صحتوني من النوم مع اني مش عايزه اقوم من النوم. لا.